الثامنة صباحا موعد لطلبة جامعة الحسن الأول بسطات للالتقاء وسط ساحة الأمم المتحدة بالعاصمة الاقتصادية، والمهمة توزيع مئات الكتب والمجلات والجرائد على ركاب الترامواي. مبادرة تهدف إلى جعل هذه الوسيلة الحديثة للنقل فضاء للمطالعة والاكتشاف، خصوصا وأن بعض الرحلات بين أحياء البيضاء تستغرق أكثر من ساعة من الزمن. مبادرة مزيانة في الصراحة، حيت بنادم كيجي عنده ساعة ديال التراجيت قريبا حسن يشغل راسو بقراءة كتاب، منا كيستافد ومن نشاط الطريق جميع المجالات تقريبا. كاينه كتب ثقافية، روايات، جرائد. المبادرة دي مزيانة سورتو حنا الطلبة، داكشي كنبغيو نستافدو، كنمشيو عندنا حتى تراجيت طويل تدي خصنا باش ندوز الوقت، خصنا نقراو ومن طوي هذيك نستافد. حتى بنادم تاهو يعاون ما يقرا شي كتاب يرجع لبلاصتو، يقرا شي جريدة يرجع لبلاصتها. الفكرة كان وراءها أعضاء جمعية رواد شباب المغرب بجامعة الحسن الأول بسطات، ونالت استحسان عدة شركاء جمعويين وإعلاميين ودور للنشر، بالإضافة إلى المشرفين على شركة ترامواي البيضاء. حنا درنا هاد الحملة التحسيسية باش نشجعوا الناس باش يقراو، وأمام طون كنتمناو أن هاد لو بروجي أفونسي مزيان ويوصل الناس يوصلهم لو ميساج ديالنا. بروجي كنتمناو أنه يكون ديما، ولكن هاد المرة درنا غير بريمير إيديسيون ديالو باش نشوفوا الناس كيفاش غتقبل الفكرة. هادي عملية درناها هاد الأسبوع هذا، اللي باغينها تكرر واللي باغين مبادرات بحال هاد تزيد، وحنا منفتحين أي مساندة كنا نقدروا نعطيوها سواء الجمعيات سواء الشركاء اقتصاديين ولا ثقافيين ولا جمعويين، حنا منفتحين على هذه الأمور. هذه بادرة تشجيع القراءة بالترامواي والتي تمتد على مدى أسبوع نالت استحسان وإقبال الركاب ودعم عدد من الشركاء، في انتظار جعلها مبادرة دائمة على مدى أشهر السنة.